يرين في حاله ذهول من الصفعه التي اكلها من اي ارميج اوكل قرر هو وائدا مغادره القصر تثق ايضا في الاموال التي ستاتي من الماس فهي ليست على علم بالفخ الذي يعده لها افراد عندما يدعم اكتوبر والسلطه الفتيات تنهار اي ارميج اوكل لكنها تلتقي بالمساعده ضيف أيدا ويرين غير المتوقع يزعج جميع خططهم عندما اكتشف أن نيفا الكودريت لديها ابنة بدأ في اتباع درب يارين خطوة بخطوة والاقتراب منها من ناحية أخرى سيتعلم كودريت حقيقة كبيرة جدا عن والدة يارين الفيروس تخفي أيضا الماس الذي أخذته من حقيبة إفرات من يارين وتبدأ الفتاتان العمل كخادمات في القصر إنه يبحث عن فرصة لشراء الماس من فتيات الفرات اللواتي في وضع صعب أي إرمي إرميل الذي يشعر بالغيرة من يارين إيكين يريد أن يصاب بنقص الفتيات بينما تعمل يارين كخادمة في منزل كودريت دون أن تعلم أنه والدها تبدأ أيضا في وضع خطط جديدة لهما بالماس في يدها ميثل الذي لا يشك في هوية يارين اهتزت بسبب معلومات مروعة تعلمها. بعد مغادرة المهجع، يأخذ يارين وإيدا أنفاسهما في اسطنبول. تخبر إيدا يارين أنه تم قبول طلب وظيفة. في الواقع، يسمح لهم بالاستقرار في مكان العمل والمنزل الذي ينتمي إلى الفرات. بينما تعاني الفتيات من الإثارة والسعادة لبناء حياة في هذا المنزل لأول مرة، يتعلم يارين أن أيدا تكذب عليه وأن مسارات أيدا ويارين تصل إلى نقطة الانفصال. ما حدث في عيد ميلاد يارين سيزعج كل خططهم ويقودهم نحو المجهول، بينما يسحبهم يارين إلى الحقائق المخفية عنه في ماضيه المجهول. أيدا ويارين فتاتان صغيرتان نشأتا في منزل حاضن في بورصة، تحاول مواساة وحدتهم من خلال قبول بعضهم البعض كأخوة. يريد يرين أن يصبح طبيبا من خلال إجراء امتحان الجامعة والحصول على كلية الطب من ناحية أخرى تركت أيضا المدرسة الثانوية في منتصف الطريق معتقدة أنها لا تستطيع الوصول إلى أي مكان من خلال القراءة في حين أن كلاهما يريد أن يبدأ حياته الخاصة الآن بعد أن بلغ الثامنة عشرة من عمره فان مصير فتاتين سيتغير بشكل ماساوي تماما بعد حفله منزليه ذهبوا اليها تبدا ايضا في تحويل جميع الازمات الى فرص في هذه الرحله بينما يشرع يرين في رحله الى اسرار ماضيه التي يتم ابعادها عنه يعتقد ان الحياه مدينه لهم واذا لم يتم دفع سداد هذا الدين بحسن الحظ فإن جمعية الإمارات للغوص مصمة على إجراء تحصيل حتى الآن كما تعلم هناك بعض الأوقات في حياة الإنسان لديك صعوبات في التحمل أو هدف تريد تحقيقه أن تحاول تكافح تحاول عدم الوقوع في وضع أفضل أو على الأقل أسوأ تقضي شهورا وحتى سنوات ولكن تأتي لحظة تسقط فيها كل حرابك ربما لم يتبق لك سوى القليل من الوقت للوصول الى هدفك حتى الجهد الاضافي بنسبه خمسه مما انفقته حتى ذلك اليوم قريب بما يكفي لياخذك الى هدف السنوات لكن لا يمكنك ان تجد هذه القوه في نفسك وتستسلم في الواقع قد يبدو هذا الانخفاض الاخير ضئيلا مقارنه بالماضي والتجارب الاخرى لكن هذا الانخفاض الاخير هو الذي يفيض بالكاس تشعر بالارهاق. أريد أن أبدأ بقول إنني أحب كثيراً، الحياة هي ما يحدث لك عندما تضع الخطط. هذه الجملة تبدو لي وكأنها ملخص موجز للحياة، الكون. يصنع البشر الأحلام، ويضعون الخطط، ويأملون باستمرار في هذه الحياة التي نعيشها، ولا يعرفون غداً، ولكن بعد خمس دقائق، ثم ينتظرون ان تصبح حقيقه واقعه هذه هي القاعده الذهبيه للمعيشه وقال صديق احب كثيرا ان السعاده الحقيقيه لا تاتي لشخص مجانا فمن الضروري ان يتم اختبارها اولا الحياه مليئه بالتجارب ولكن كم من الوقت يستمر على هذا النحو كم مره يتم اختبار الشخص كم مرة يمكن أن يأتي إلى حافة الجرف وبالكاد يتمسك بالحياة؟ أعتقد أن هذا أحد تلك الأسئلة التي لن يتم الرد عليها أبداً. إذا فكرنا حتى الصباح، إذا تحدثنا لعدة أيام، فإن بعض الأسئلة الغير المجدية ليس لها إجابات، لذلك أعتقد أنه من الضروري عدم التشكيك في الحياة كثيراً. عندما يسأل الناس: قد يضطرون الى التعامل مع اسئله جديده ناهيك عن العثور على الاجابه على الهامش الاطفال اذا سالتني فهم اكثر الكائنات بريئه في العالم قد ينظر اليهم على انهم ابرياء ساذجون اشخاص لا يفهمون حقا معنى العالم لكنني لا اعتقد ذلك انا اتفق مع الجزء البريء والنقي حتى النهايه لكنهم يفهمون العالم الذي نعيش فيه بقدر ما نفهم فقط لانهم يعبرون عنه بلغتهم الفريده اعتقد اننا لا نفهمهم ومع ذلك فانهم دائما ما يخبرون الكبار بشيء بطريقتهم الخاصه لكن في بعض الاحيان لا اعرف ما اذا كان ذلك بسبب تقدمنا في السن في العمل او لان اعيننا اعمى بسبب فوضى الحياه واذاننا لا تسمع عيوننا لا ترى انا شخص حالمه جدا في بعض المسائل او بالاحرى اود ان اقول متفائلا سيكون الامر اكثر دقه بهذه الطريقه على سبيل المثال اؤمن دائما بالنهايات السعيده سيكون هناك الكثير من المشاكل والمخاوف سيتم اختبار الناس لكنني اود ان اعتقد ان الجميع سيكونون سعداء في النهايه الحياه صعبه بالفعل احاول التعايش مع هذا الاعتقاد ربما لهذا السبب انهي مقالاتي دائما بنفس النهايه لا تتوقف ابدا عن الايمان بالمعجزات تبدا الحياه حيث ينتهي الخوف كيف يبدو وكانه جمله بسيطه لا تخف يا سيدي ذهب اكثر حسنا هذا سهل كما يقال او مكتوب بالطبع لا ولكن حتى لو تمكنت من إنهاء المخاوف التي نحملها داخل أنفسنا فعلينا تحقيق طريقة للبقاء على قيد الحياة أو العيش معهم يقول إذا كنت تعيش في خوف فأن تشاهد الحياة فقط لأن بغض النظر عن مدى صعوبة العيش مع هذا الشعور الذي نشأنا عليه علينا أن نفعل ذلك وإلا فإن حياتنا ستنزلق من أيدينا وسنصبح مجرد متفرج للقصه التي سنكون فيها الرصاص ابتسم لمصيرك انتهى فيديو المعلومات الخاص بنا هنا لا تنسى الاشتراك في قناتي وتشغيل الاشعارات